بحيرة شيبان في يوم 4/4 من عام 2018. طبعا موجة برد مرت على أرمينيا، انخفضت درجات حرارة في بحيرة شيبان الآن 4 درجة مئوية بسبب تساقط الثلوج الليلة الماضية. نحن الآن بصحبة عائلة إماراتية رافقناهم إلى تلفريكات صخكاتو، ومنها توجهنا إلى بحيرة شيبان. والله ما شاء الله الجو برد، تحملتوا البرد؟ الجو روعة ما شاء الله. شوف جو ربيع، ها هو كان هنا. نتمنى الجميع إن شاء الله عن طريق قرارات للسياحة الصيفية. الله يخليك، شكرا شكرا. المنطقة حلوة، عجبتكم؟ عجبتني. شوف هذا اللي اختشى، احنا المنطقة نصعد بهذا اللي اختشى شوفه، لكن الجو برد بصراحة. وانتم متعودين على هالحفلات. هذه الاجواء في بحيرة شيبان هذا اليوم، جو مشمش طبعا، درجات الحرارة كانت قليلة جدا الايام الماضية تقريبا 15-16 درجة. في الحين موجة برد مرت، خلال يوم يومين تزول ان شاء الله. اللي يحب يزور ارمينيا يقدر يتصل بنا بقرارات للسياحة، تقاريرنا موجودة على اليوتيوب وكلها باللغة العربية، ورقمنا منشور دائما مع كل تقاريرنا.